السلام عليكم، عاملين ايه النهارده؟ جايبين كشري. كشري هو ايه؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نضرب كشري النهارده بقى، ده تحدي كشري بقى. كابوريا انا خسرت، واللي هيكسب وقال جيبوني في حاجه افهم فيها. انا كشري اقسم بالله. اللي هيخسر يا جماعه دي لعبتي، هيستحمى قدام باب الحمام. دي لعبتي. نسمي نقول بسم الله. لا لا، ثواني ثواني بس، اما اظبط الكلام. لا لا لا، ثواني، انا مش هظبط تاني. ثواني بس، مالوش دعوه، هو سمى خلاص. سمى خلاص، مش تحدي ده. ايوه ماشي. طب ابدا يا عم براحتك. يلا بسم الله. شكلك هتكسب يا ضمي. مين اللي هيكسب؟ ضمي. ما فيش ميه. لا اصل لا ما فيش ميه. ابنك هيموت. ميه يا ام. بتسالك ليه؟ ده لعبتي ده. كل ما تعوزها تخسر افتكر ان في جرده الميه. هنقلل الصلصة كمان، عايز تتبلع. يلا مخلل. هنخسر. أنا ما بخسرش. يلا هو محمد كسب. مبروك عليك الذهب. يا دني محمد مش بيمضغ، محمد بيبلع. ابلع يا دني وخلاص. بس انا خسرت. الحمد لله الحمد لله. كل بس كل. بس والله خسرت. لا لا لا. يا مسكين. مسكين؟ نعم. حضروا جدا ميه دافيه عشان ما ياخدش برد. يعني حتى مراتك قالت لك افتكر ان في حد الله يدلع عليك. ولا افتكر اي حاجه، ولا افتكر حتى عرفت الملك اللي بيجي. دايما خسران يا ضمن في كل حاجه. مش شكر عليا انا بس. كان امبارح شربناه. ليه كده؟ كل ما تشرب. طب خلاص الكسر بتاع وادي. استحمى وتعالى على المدخل. بس خلص الكسر بتاعك. ياسمين تعملها اي جيل على اخوك الغار اللي عارفه. انا لا مش غير، انا حب. انا مالي. مفيش دعوه؟ يعني ايه؟ هو مفيش الا جرد المايه؟ قول ليه يا ياسمين؟ طب محمد معلش خفف عليك. لا يا ماما شغل بس، انت مالكيش دعوه يا ماما. انت بتحبي ضمي. لا شغل بحب ضمي. اجي على ابني؟ لا ماليش على ابني. عشان يتحمس ويجي يشتغل. هو ده العشم يا حماد. عشان يتحمس عشان يجي ياخد. هو ده العشم. انت فاكر ان انا اقعد معاك عشان محمد؟ هو ده العشم. لا يا حبيبي شغل شغل، مفيش الا الحميد. عشان يجي ياخد طاره. ايوه. الحق لو ابني كان خسر كنت اجي معايا. وانت امتى هتكسب الرمي؟ يعني امتى يعني حتى لا طب ما تصفي نيتك معاها وترجعيش لها. لا دول صفي نيتك معاها وترجعيني. وانا مش عارف جبنا لك بقى الكشري اللي اسهل من كبر. امتى بقى هتكسب؟ امتى يعني ترفع راسنا كده؟ الفكره الطبق بتاعه كان اقل من كده. هو مالي؟ هسالها لما تردها. رد عليا يا ولد. يا
يلا يما مننا جرد الميه يما. خساره سعيده بقى وخلاص. خلاص يا ياسمين يما جرد الميه. ليه محبتها قوي كده؟ الميه انا هنالك ابوه. ده انا هفاجئك. لا عندك جرد الميه محطوطه مليان. يما تاخد طبق كبير. ده هو كوز طبق ايه؟ هو كوز يا محمد. كوبايه واحده كده. خد يا اختي. انت دخلت يا بني. ما بتقعدش لحد ما تخش بعد كده. انت حاطط بشطه؟ يعني يابا هرب بحالك واجيب لك البحر. ده حلو السيجار ده ماشي بس البس له طقم البحر بقى. انت استقم البحر. عشان ده كده مش طقم بحر. والله طب عامل معايا الصح والله جرده صغيره. خلاص خلاص تعالى. يلا تعالوا معانا. هو كده حلو. انت لك مصيف. اه مش هتغرقني. ايه رايك يا ياسمين؟ بس مش الجرد كله. يعني مش الجرد كله. يعني ده صغير. ده صغير محمد تعالى كده. ده صغير والله ده صغير. انت هتسامحني يعني؟ اه انا هسامحك عشان ده تحدي انا هبيلك. ده تحدي يعني. خش شوف ما تغرقوش الصاله. يعني انت لو جيت. لا بس انت ما تدهنيش كده. ما تدهنيش كده. كده مفاجئ كده؟ اه. طب انت لو جيت في يوم مثلا يعني تبلدني؟ بصراحة؟ لا عفو عنك. انت بتضحك عليا. ده بيشتغلني. لا هو بس هو بيحبك. بيحبني ولا حتى لو انا هعمل كده دلوقتي هقول كده يا محمد. ولا ده لي اخ ولا ده لي اخ. الاثنين اخويا. يا لومة. موقفك ايه دلوقتي؟ موقفك ايه؟ موقف وحش قوي. موقف وحش قوي. طب ممكن ابين لك عشان تاخد بس على ال يا لهوي. اوووه. يلا. قفلت من الربع. مبسوطه انت يا ياسمين صح؟ تستاهل عشان بعد كده حتى تحاول تكسب. شعوري مبلول يما شعوري ايه؟ يا لهوي شعوري مبلول. يلا بقى روح اتنشف بقى زي كده. مبسوطه انت ها؟ ان شاء الله بيخسر. ها؟ قول لي بقى يا دني شعورك ايه قبل النطه وشعورك ايه بعد النطه؟ لا لا المايه انت رتشتني خلي بالك انا قلت لك غرقني من فوق حتى على اخواتك اديتني الجردل في الجنب كده ما عرفتش اتكلم. ما هو انا لو عرفتك لو ما انا لازم افاجئك. لا بس انا كده بخسر كتير انا مش هخش معاك تحديات اكل. ما اخش معاك مش تحديات اي حاجه افكار لعب اي ليه؟ طب ما تقول لي انا هاخد طاري وفكر في حاجه. هاخد طاري؟ اه على اخواتك كمان. لا محمد الله اكبر علي في الاكل. قول لي ان شاء الله فكر فكره اي حاجه اخواتك وكمان ماشي. ممكن نعمل تحدي فاكهه وتبقى تقيله فاكهه كشري تقيله. انا ما لحقتش اقول انت محمد يا باشا انت حاطط صلصه الكشري بيمشي. انا ما كنتش حاطط صلصه عشان الحموضه عندي. ماشي انا بندغ انت بتبلع. انا لا بندغ ايه اللي بقى هو انت بتعمل معلقه كده هينزل تطلع بقى. ايوه امال ايه ايه ده ليه يعني مصلحه؟ لا بنقول بندغ كان في مخرطه كشري بتاكل. لا طبعا ده كان قالب الطبق جنبه مزرطه بياكل مزرطه. بيقول السن بالسن والبادي اصلا بس ده مكتوب كده. انا مش هنسى جردل المايه ده. اي خناقه يا صاحبي مش هنساها يا صاحبي. بس هو صاحبك ولا لا؟ ايوه انا كده يعني امبارح اشرب كابوري اشرب لتر ميه وفي الكشري اتغرق بلتر ميه. ايزي ايزي يا عزيزي. ما انتش قد التحدي مع محمد ما تخشش. ايه؟ بقول لك سيب انت مره بقى. يلا. انا مش قد التحدي مع احمد ما تخشش. لا انا قد التحدي. الشغل شغل. انا قد التحدي. مفيش الصحاب. قد التحدي. مبروك عليك المكسب يا ابو احمد. طب فكر لي بقى في حاجه. ماشي. يلا يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ودش جديد. سلام عليكم.